معنا أيضا هذه السيدة المغربية دموعها على عينيها، نتعرف عليك الحاجة بعدين. مينا أيت صلاح. للا مينا، علاش كتبكي؟ كنبكي حيت الضريرة بات ليا وأنا ما كنتش حاضرة. لا إله إلا الله. أرملة. ما عندي حد إلا الله، أنت كتشوف فيا دابا نيت. مريضة بالسكر الطنسيون. أنا ما بقى كاينين المحسنين، ما ناكل كاين، ولكن داري في النبات ما كايناش. شنو بغيتي يا الحاجة؟ بغيت محالي، بغيت تصلح ليا ولا يعطيني باش نصلحو ولا يشوفوه يمشيو يشوفوه. بقاو فيا حويجاتي، بقات فيا ماكينتي الصابون، بقى فيا لا إله إلا الله. هادشي علاش كنبكي، حيت ما عنديش اللي يعاونني. هذه السيدة هي سيدة أرملة، تشتكي من قهر الزمن وقهر الزلزال، تتمنى الحصول على منزل، هي لا معيد لها، وتنتظر أيضا أن تأخذ نصيبها من المساعدات فور وصولها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.